بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء وكل شيء الله يستر عليك بعدك ابن حلال يسعدك ان شاء الله. كيفك مام؟ كيفك؟ بتحبيني؟ آخ يا بنتي بتحبيني؟ أنت كيولاد بتحبيه؟ لا والله كل واحد عنده ولاد. خليني لا تقولولي في أم أقصى من أم قد قد ما تكون الأم قاسية إلا ما عندها كره لولدها. مزبوط. فات الرسول عليه الصلاة والسلام أرى واحدة ابن عبد أسود أين أبقى أبو عجلو رضي ما بتفتح عيني وضوع عيونك يا عيوني. خليني والله من جوفي تدع طوى يخلي عيني والله من بطني عن طوى ما تشتمع طوى. ولا كيفك زينة؟ مي
ريا كيفك زينة؟ يبا ممكن أقدم كيفي قولي هلا هاور يو زينة قولي هاور يو العائلة بزينة بنت فضيلة؟ لا بنتي يوم الأحد بسيارة